اهلا بيكم معانا مره تانية في ميد ليرن، وباذن الله هنتكلم دلوقتي عن احد موضوعات الراديولوجي او الاكس راي، وموضوع الحقيقه مهم للكثيرين، يعني سواء الميديكال ستودنتس اللي بيعملوا الفاينل يير اكزامز بكالوريوس او معادله امريكيه، سواء الدكتورز اللي بيشوفوها كل يوم في المستشفى، وهي حاجه كومن جدا سواء عندنا او في الغرب او في اي حته في العالم، لانها ايزي وبتقدر تدللنا على حاجات ايه تساعدنا جدا في التشخيص. بالنسبه للبيزك اكس راي، لما نبدا نيجي نتكلم، انا هتكلم اول حصه هنا على موضوع الهارت، هركز على الهارت، وبعده هنتكلم على الشست والجي اي تي وميسيلينيس، هتبقى مجموعه ايه حاجات اخرى زي الهاند والجوينتس والسكال، لكن احنا هنا هنبدا مع بعضينا بالنسبه للاكس راي هارت. لما اجي اعلق على القلب على الهارت جوه اكس راي، في ثلاث حاجات رئيسيه بتهمني: السايز بتاعه وحجمه قد ايه، يعني حجمه وسط الشيست كده اهوت واخد ايه حيز قد ايه جوه الايه الشيست. تاني حاجه الكاردياك سيلويت، الكاردياك سيلويت اللي هو ايه الاوت لاين بتاع الايه القلب، اللي هو ايه ماشي من بره، شايفين مثلا القلب هنا فيه اهو كده اهوت، ده الاوت لاين ايه بتاعه اهو، هو ده بيسموه الايه الكاردياك ايه سيلويت، هنتكلم عليه لو في اي نتوء، حاجه بارزه، حاجه داخله، كل ده لازم نبص على الاوت لاين الخارجي، مش مجرد ايه الحجم على بعضه بس، لا ده ايه الاوت لاين الايه الخارجي بتاعه. وهنتكلم عن الفانكشن بتاع القلب، هو طبعا الكاردياك فانكشن عندنا الايكو والحاجات الحديثه، ولكن الاكس راي ممكن تديني انديكيشن لو في مثلا ليفت فنتريكولر ديس فانكشن، هتلاقي يحصل ايه لانج كونجيشن، لو الليفت فنتريكل مش عارف يشتغل كويس ايه في باك بريشر هيحصل على اللانج، وتلاقي اعراض ايه لانج كونجيشن ايه هنشوفها ايه مع بعضينا. بالنسبه للكاردياك سايز، الكاردياك سايز يمكن قياسه بدل ما ابقى سايبها عايمه كده بنحب نحط بارامتر، اسهل بارامترز قيسها بالنسبه للعيان نفسه، حاجه اسمها الكارديو ثوراسيك ريشيو، ان انت تشوف الايه الترانسفيرس دايامتر ده بتاع القلب ما بين الماكسيمم بوينت هنا والماكسيمم بوينت هنا، يعني لو احنا نرجع للصوره اللي فاتت لحظه واحده اهو، مثلا ايه ادي الماكسيمم بوينت هنا اخر حاجه وصل لها واخر حاجه وصل لها هنا اهوت مثلا، فده الترانسفيرس دايامتر بتاع القلب، وقارنه بالترانسفيرس دايامتر بتاع الايه الثوراكس، المفروض يبقى القلب حوالي نص الثوراكس، يعني لو انا ايه مثلا ده 30 سنتي مثلا 30، يبقى اقل من نصه، يبقى هنا مثلا ايه يكون 13 مثلا او 12 يبقى اوكي، لكن لو لقيته 18 ها يبقى هنا هو احنا بنتكلم على اكتر معدي الهيمي ثوراكس او معدي نص الديامتر بتاع الثوراكس، المفروض يبقى هو اقل من ايه من نص الايه الديامتر بتاع الثوراكس، عشان كده لما هنبص على الاشعه دهيت الجايه دي هنا اهو الترانسفيرس دايامتر بتاعه اهو الكاردياك ريشيو الكارديو ثوراسيك ريشيو، ادي الكاردياك ايه 15، الثوراسيك المسافه دي كانت حوالي 32، يعني نقدر نقول ان هو اقل من النص، 32 على 2 فيها 16 دي 15، يعني اذا الكارديو ثوراسيك ريشيو في الرينج الايه المعقول. الحقيقه من ضمن الحاجات اللي هي بتهمنا هنا ان احنا بالاضافه للمقياس، طبعا هو ده ادق حاجه تقيس لي الكاردياك ويدث هنا اهوت كده ما بين الماكسيمم بوينت بتاعته هنا اهوت وهنا اهوت، وتقارنها ايه بالثوراكس وتشوف الايه المفروض تبقى اقل من نص الايه الثوراكس الهارت حجمه. بعد شويه بتاخدوا خبرات، بتبقى بالعين المجرده بنبدأ نبص، يعني مثلا على سبيل الـ 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 المثال الـ 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 الأشعاية اللي ايه اللي تحت دهيت ها اللي تحت دي، هتلاقي ان الكاردياك دايامتر اهو واضح انه اكبر بكتير جدا من نص الايه الثوراكس، يعني شايفين الثوراكس قد ايه تقريبا وده فوقه كبير ازاي، فبالعين المجردة بنقدر نوصل كتير ساعات نحس ان ايه ان هو القلب ايه حجمه كبير، في كارديوميجالي، في انلارجمنت، وهنرجع لها دلوقتي بشيء من التفصيل. يبقى انا من بالمقياس بشوف الايه الكارديو ثوراسيك ريشيو،
وزي ما احنا شايفين ما بين ان اخد الماكسيمم بوينت هنا اخر حاجه وصلها في الويدث اكبر ويدث له وقارنها برضه ايه بالويدث بتاع الايه الثوركس، المفروض تبقى اقل من النص. لكن عندنا اكزامبل زي واحده زي اللي تحت دي، المسافه بسم الله ما شاء الله ايه الكاردياك ويدث كبيره جدا، اكتر بكتير من نص الايه الثوركس ويدث، وبالتالي نقدر نقول في انكريز كارديو ثوراسيك ايه ريشيو والحجم ايه كبير عن النورمال. عندي واحده تانية ممكن اتفرج عليها اهي، مثلا ادي الفوق دي النورمال، اللي تحت شايفينها المسافه اهي قد كده الكاردياك دايمتر كبير ازاي كومبيرد لده، اكتر برضو من النص لو هتقيسوها بمقياس، يعني لو تكبر الشاشه وتقيسها هتلاقيها اكتر ايه بكتير ايه من النص. عندي الـ هنا هوت برضك واحده الصوره بتاعتها الديامتر اهو كبير جدا لما نقدر نشوف. انا جايب لكم ثلاثه ورا بعض عشان نتخيل اشكال ايه متنوعه كلها انكريس في الكارديو سرا. شايفين الزغنون اللي فوق ده حلو ازاي، ده اهو الكارديو سرا ريشيو زي الفل اقل من النص، وحجم القلب اهو شايفين القلب ده عامل ازاي وانلارجد ازاي، فدي في حاله انلارجمنت ايه في الهارت احتمال كبير وزياده او زياده بمعنى ادق في الكارديو ثوراسيك ايه ريشيو. وزي ما احنا الحقيقه هنا هو بعد اللي ما بنبص على الكارديو ثوراسيك ريشيو ونقول ان هو حجم القلب في كارديو ميجالي، ودي اسبابها كثيره جدا، ممكن من هارت فيلير وانلارجمنت في الهارت، ممكن تكون بريكارديال افيوجن، ممكن تكون كاردياك انيوريزم من بره القلب، يعني ممكن الهارت نفسه هو اللي كبير زي كده، وممكن افيوجن حوالين القلب كبير، وممكن تبقى الهارت زي ما هو بس طالع منه نتوء خارجي كده هو اسمه ايه مايوكاردياك انيوريزم، زي حالات المايوكارديال انفاركشن تدمر جزء تموت جزء من عضلة القلب، تبقى فايبروتك بتبقى ضعيفة وتبلج مع البريشر اللي جوه القلب تطلع لبره وتعمل مايوكارديك انيوريزم. وده بيدفعنا ان احنا او بيدعونا ان احنا نبص على الكاردياك ايه شيب. الكاردياك شيب عامة بعد ما شفنا الكارديو ثوراسيك ريشيو قلنا ممكن يزيد حجم الشيب بتاع القلب، ممكن يبقى هو القلب نفسه كبير كده اهوت اهو زي ما انا برسم كده، وممكن يبقى حواليه افيوجن اهو افيوجن، وممكن يبقى ايه في بلج من عضله القلب لبره كده اهوت زي ايه الكاردياك ايه انيوريزما اللي اتكلمنا عنها. فانا برجع تاني لواحده نورمال عشان اقارن بيها واشوف الايه الشكل ايه الطبيعي بتاع القلب، وبعد كده اشوف لو القلب انلارجد شوفوا هيبقى شكله عامل ازاي. ها ادي القلب نفسه اهو انلارجد، وحتى في الايه التضاريس بتاعته ايه واضحه اهيت نفس ايه التضاريس بس ايه كل حاجه على كبير. ها لكن لو انا انتقل للي جايه دي بقى هحس ان في كيس حوالين القلب، يعني لو تلاحظوا هنا كانه في كيس كده نازل ها حوالين القلب، ودي بالظبط تيبيكال بتاعت ايه بريكارديال ايه افيوجن، افيوجن كبير حوالين الايه القلب. فلما الاقي زياده في الكارديو ثوراسيك ريشيو مش معناها كارديو ميجالي بس، ممكن تبقى بريكارديال افيوجن زي الايه الحاله دهيت. ممكن تبقى برضو اكزامبل اخر للافيوجن اهو، تحسه كان في كيس مليان فلويد ايه حوالين القلب اهو ونازل اهو، والانجل اهي بينه وبين اهي بالميلي بيبقى شكل الافيوجن كانه كيس مليان ها حوالين الايه القلب هنا اهوت، والزاويه هنا حاده كده اهوت ما هو نازل ايه الكيس مليان فلويد كده اهوت وايه واخد ايه الزاويه اللي انا ايه برسمها هنا اهوت كده. فكل دي كارديوميجالي ولكن بتختلف اسبابها، ممكن يبقى اسبابها الهارت كبير او انكريس كارديو ثوراسيك ريشيو اقصد الهارت كبير، وممكن يكون افيوجن ايه يعني حوالين في البريكارديال ساك مليان فلويد افيوجن اهو وافيوجن، وممكن القلب ايه في حاله اهو بس في حته ايه شايفينها دي عامله نتوء ازاي خارج لبره شكلها غريب جدا شاز كده طالعه لبره، دي حاله ايه مايوكارديال انيوريزم الناحيه دي في الليفت ايه فنتريكل غالبا نتيجه مايوكارديال انفاركشن اضعفت الوول هنا في المنطقه دهيت، وبالتالي بدا ايه بلج لبره، ودي مشكله كبيره يعني ممكن يتكون جواها ايه ثرومبس نتيجه استجنيشن ايه للبلاد ويحصل ايه مايكرو امبولاي منها وكده.
فيبقى انا عندي زياده كارديو ثراسيك ريشيو، يمكن ممكن الاقي يكون القلب نفسه كبير، ممكن يكون في كيس حوالين القلب او يعني بريكارديال افيوجن، اهو دي تو اكزامبلز، وممكن يكون مايوكارديال انيوريزم، ايه زي الايه الرسمه ايه بتاعتنا دهيت. والحقيقه انا حبيت احطهم جنب بعض، ادي النورمال هارت اهي، ده النورمال ايه زي الفل اهو ظنون وحلو، ادي اهو انكريس كارديو ثراسيك ريشيو، بس واضح ان هو نفس القلب اللي بتضاريسه هي هي كده اهوت بس كبيره. فدي حاله ايه ليفت فنتريكولار بيرفي، كانت يعني كارديو ايه ميجالي. واللي بعدها حاله الايه الكيس ده اللي هو ايه حوالين القلب كانه مليان فلويد كده اهوت، المنظر ايه الدورق ده اللي حوالين القلب، فدي بريكارديال ايه افيوجن. ها وعندي هنا اهوت ايه الرابعه، ها شفناها هذه التضاريس ايه، وفجاه كده ايه مايوكارديال ايه انيوريزم ايه خارج هنا اهوت اللي قلنا بيتحوش فيها البلاد ويعمل ايه ثرومباي جواها كده اهوت، ويحصل ايه مشاكل ايه منها كتير قوي. فانا عندي اربعه ورا بعض الايه النورمال ايه وراها الكارديوميجالي من الهارت نفسه هو حجمه كبير نتيجه ليفت فنتريكولار هايبرتفي مثلا، رايت فنتريكولار هايبرتفي، وات ايفر الكوز ايه، الهارت نفسه كبير، بريكارديال افيوجن ومايوكارديال ايه انيوريزم اللي هي ايه خارجه لبره. عاوزكم ايه تقارنوهم مع بعض وتتخيلوهم ايه كويس. خلصنا الايه او بصينا على الكاردياك سايز، يا ترى كارديوميجالي ولا نورمال، ولا والكارديوميجالي ده سببه هل الهارت نفسه ولا افيوجن ولا انيوريزم. بصينا بقى ايه على السيلويت، كاردياك سيلويت باختصار شديد جدا، انتوا انا عاوزكم تمشوا ايه معايا من فوق لتحت. اول حته اللي هي دي، ها دي الاورتك ايه من الاورطه، الاورتك ارجنتور. لو تاخدوا بالكم الاورطه طالع من الليفت فنتريك اللي هنا اهوت كده، ويروح لافف ايه جاي ايه هنا اهوت، يعني ايه هو له لفه كده اهوت، ها الاورطه بيروح لافف ايه ونازل ايه كده اهوت. فهنا اهوت لما اجي اشوف الحته دي كده اهوت ممكن تبقى غالبا او اساسا دي ايه من الاورتك ايه ارش في المنطقه دي. فيبقى انا عندي هنا اهوت سوري معذره انا برجع تاني للاورطه. اول حاجه الاورطه على الليفت سايد، انا هبدا من الليفت بوردر وبعد كده ابص على البالمونري اريا تحتها على طول، ها وبعد البالمونري في عندي الليفت اوريكل او اتريوم جزء منه بسيط طالع كده، وبعد كده الليفت فنتريكل اهوت عامل الايبكس بتاع القلب. يبقى انا عندي هنا اهوت الايه الاورطه، وبعد كده الحته اللي تحته البالمونري ايه ارتري، ما في ليفت ورايت ده يبقى الليفت بالمونري ارتري، وبعد كده الايه الاوريكل او الليفت اتريوم، الليفت اتريوم، وبعد كده الليفت ايه فنتريكل. الرايت فنتريكل موجود ورا الاسترنم على طول، فايه مش يعني وراها، لا يعني انت لو تتخيلوا الاسترنم كده اهوت الرايت فنتريكل مستخبي وراها. فزي ما هنشوف ان احنا في الاخر هوريكم ان هو الرايت فنتريكل عاوز تشوفه كويس بنعمل ايه لاترال اكس راي، بناخدها من لاترال، يقوم لما يكبر الرايت فنتريكل ايه يبان ان هو زاد ولزق في الايه في الاسترنم. يعني لو انا عندي الشيست وول اهو والرايت فنتريكل وراه، انا لما يكبر ممكن اديتكت حاجات زي ما نشوف بس مش هتبقى واضحه قوي، لكن لو انا جبت له من لاترال فيو هيكبر قدامي ويلمس في الطبقه ده او يلمس في الاسترنم، ها ويبان ان هو ايه زايد ايه في السايز. بعد ما خلصنا البوردر ده وشفنا الاورطة بالبونري ارتي ليفت اتريوم ليفت فنتريكل، بلف انا انزل كده اهوت اكمل اللفه واروح طالع على الحته دي اهي، دي الحته اللي تحت دي ايه الرايت اتريوم اساسا معموله بيها. فلو في رايت اتريال مثلا دايلاتيشن فيرت في هيبان هنا اهوت كده، وعندي ايه بعد كده ايه بطلع اشوف المنطقه دي اخبارها ايه فيها اي حاجه ابنورمال ولا زي ما هي في الوضع الطبيعي. فيبقى انا عندي هنا اهوت لما ابص على الكاردياك سيلويت بنبص على كذا حاجه منها الاورطة، ويمكن انا موضحها في الرسمه الجايه هنا، ادي نمره واحد دي الايه الاورطة في الحته دي، نمره اتنين البالمونري، ثلاثه الليفت اتريوم بيبقى عامل كده، الليفت فنتريكل هو اللي عامل الايبكس بتاع القلب، والرايت فنتريكل ايه هنا هوت رايت اتريوم في المنطقه دي
لو تشوفوا الكلمات وتكبروا الصورة هتبان لكم رايت اتريوم، وبعد كده ايه بنطلع نبص على كده. فهو بنمشي سيستماتيك، وزي زي ما دايما بقول امشي سيستماتيك، ايه يحتار عدوك ايه فيك. لو انا بعد يبقى انا بعد ما خلصت الليفت كاردياك بوردر اتفقنا ايه بنبص على ايه الرايت ايه بوردر، هي عمليه ايه لفه مش اكتر نبداها من هنا اهوت كده وايه ونخلصهم ايه واحده ايه واحده هنا اهوت ايه مع بعضينا اهو. طيب تعالوا نبص سوا بقى ايه على الليفت كاردياك بوردر. انا عامل لكم على الشمال النورمال عشان تقارنوا، دي احنا مرحله ليرن اند اندرستاند، في يبقى في ثلاث مراحل لكل التوبيك، اولهم ليرن اند اندرستاند، ثاني واحده هتبقى فاست ريفيو اعملها لكم، الثالثه ايه تيست يور سيلف، دي ايديوكيشنالي ده اللي انا شايفه ايه ممكن ايه بيبقى ايه مور افكتيف. فانا حاطط لكم هنا النورمال، ادي قلنا ايه دي الاورطه ودي البالمونري ودي الاوريكل ايه الليفت اوريكل واهو الليفت ايه فنتري، ادي الليفت بوردر. تصوروا انا هنا اهوت المنطقه دي لو انا هروح واخدها كده اهو في الاشعه اللي جنبها هنا، شايفين هنا اهوت حصل ايه البلج ده اهوت الكبير قوي ده اهو اهو واضح اهو من الاورطه، فده غالبا احتمال ايه الاورتك ايه الاورطه في دايلاتيشن لاي سبب ايه من الاسباب في المنطقه دي، ممكن تبقى من انيوريزم او غيرها من الاسباب، ولكن ايه في دايلاتيشن ايه في المنطقه ايه دهيت بتاعه الايه الاورطه. فانا برجع تاني اهو للصوره وبشوف منطقه ايه الاورطه ايه اول حاجه هنا اهوت واتخيلها في الاشعه اللي جنبنا اللي هي الابنورمال دي، هتلاقي واضح ان الاورطه ايه في المنطقه دي ايه كبير ايه حبتين، يعني في اورتك ايه دايلاتيشن باختصار شديد جدا الاشعه دي بتنطق. لو انا هاخد وبصوا عليها تاني كده عشان تتخيلوا، لو انا هاخد ايه ادي ايه الاورتك ايه دايلاتيشن اهو، لو انا هاخد اللي بعدها المنطقه اللي فوق دي هتلاقوها ايه فاضيه كومبيرد، يعني ايه ما فيش مشكله فيها، مش فيش اورتك دايلاتيشن، ولكن الحته اللي تحتها ايه ها كبرت كده اهوت، دي منطقه البالمونري ارتري قلنا. يبقى انا لو تاخدوا بالكم ان الصوره اللي فاتت كانت ايه الاورطه هو فوق كده اهوت ها اهو ادي الاورطه هنا اهوت، اللي بعدها الايه البالمونري ارتري هو الايه اللي كبير، ومكان الاورطه ايه مفيش دايلاتيشن فيه، مفيش حاجه ايه خارجه بره هنا، المشكله عندي ايه هنا اهوت في الايه منطقه البالمونري، فقال لك دي ايه او قال لك دي بروميننت مين بالمونري ايه ارتري، ها واضح ان هو كبير قوي نوت، دي نتيجه بالمونري هايبرتنشن مثلا ايه على سبيل المثال بايه بيكبر البالمونري ارتري. يبقى انا بصيت اول حاجه الاورطه هنا كبير، حتى لو تاخدوا بالكم الاورطه هنا كبير في الحته دي ومكمل لتحت نازل هو الاورطه، تلاحظوا في حاجه نازله كده هو دي الاورطه بعد ما كمل ايه نازل، فهنا اهوت الاورتك دايلاتيشن تحته على الليفل الاوطى شويه الايه البالمونري ايه ارتري قلنا ده هنا اهوت في فاضيه ايه نورمال ايه، وبعد تحتها ايه البالمونري ايه ارتري دايلاتيشن. لو هنبص هنا اهوت انا عاملها لكم في نفس الليفل الاشعتين حاططهم، شايفين السهم الايه الاصفر ده اهوت ده اهو اللي انا ايه بعمل عليه بالاحمر اهو ده رايح للايه للبالمونري، عاوز واحد في نفس الليفل اهو رايح فاضيه الحته دي مفيش بياض فيها، فاذا هنا اهوت واضح ان هو البالمونري اوكي، بس اللي تحت البالمونري هو اللي ابنورمال هنا اهوت. انا عامل لكم المقارنه عشان تشوفوا هنا ايه في بالمونري ايه ارتري ايه دايلاتيشن زي ايه ما اتفقنا تحت الايه الاورتك، وانا جايب لكم نفس الليفل عشان ايه تتخيلوها مع بعض اهو، ادي اللي فوق يعني الاشعايه اللي فوق اهي يمكن توضح لنا اهي، ادي الليفل اهو اهو ادي الليفل فوق واحده دايليتد واحده ايه نورمال اهو الحته دي، ولكن تحته هنا هو ده شايفين ده دايليتد ازاي لبره خارج كده ده ايه بالمونري ايه ارتري ايه دايلاتيشن ايه في الحته دي، وانا ايه هشيل الاحمر عشان انتوا تقارنوها في الليفل، هتلاقي الاورطه وتقى في واحده على الشمال دي بتاعه الايه الاورطه اهي الثانيه البالمونري ايه ارتري ايه دايلاتيشن ايه هنا اهوت ايه واضحه هنا اهوت لما ايه نبص عليهم، وعاوزكم عينكم تتعود ايه على المنظرين دول كويس عشان تتخيلوا. ننزل لتحت
اهي دي برضو الرسمة، انا بس ايه بوضح بيها ان السهم الاصفر هنا لو ناخد بالنا منه في حتة بيضة هنا، دي الاورطة، هنا السهم الاصفر ايه ما فيش اي انلارجمنت في حاجة، الوضع الطبيعي، ولكن تحته على طول ايه البالمونري ارتري ايه دايلاتيشن. ما احنا اتفقنا الاورطة وتحته ايه قلنا البالمونري ايه ارتري. طيب بعد كده بنبص على ايه، اتفقنا بعد ما خلصنا الاورطة والبالمونري ارتري تحتهم الايه الايه الليفت اتريوم هنا اهوت. لو تاخدوا بالكم الليفت اتريوم المفروض يعني ادي الاورطة وادي البالمونري ارتري، انا برسمها هنا اهوت كده، وفي الليفت اتري عمل كده. لو تلاحظوا فيه ها وادي ايه الليفت ايه فينتريكل. لو الليفت اتريوم كبر في المنطقة دي هنا اهوت كده، بيبدأ الليفت كاردياك بوردر بدل ما هو كان ها في تعريجات كده اهوت واضحة ان اهوت ادي بيخرج هنا وهنا اهوت، لو ده كبر ها قوي بيحصل ايه، ان هو الليفت كاردياك بوردر ده بيبقى ايه ستريتند نتيجة الليفت اتريوم هو مكانه هنا اهوت ها كده اهوت. فبقى لما تيجي تصور الايه الليفت بوردر ايه بقى ستريت كده اهوت ها، نتيجة الليفت اتريوم زاد ايه حبتين في الناحية ايه الشمال هنا اهوت. فيمكن اول من اهم الفيتشرز في الليفت اتريال هايبرتفي حتة ان هو تلاقي ستريتنينج اوف ليفت كاردياك ايه بوردر. هو بيقولوا بيعملوا كذا حاجة، ان الليفت اتريوم بيبقى كبير حبتين فبيتزق كده، زائد ان هو كمية الدم اللي رايحة للليفت فنتريكل نتيجة ميترال ستينوزس مثلا ها، لو في مثلا كميه الليفت الدم اللي رايح الليفت فينتريكل قليله، فالليفت فينتريكلر سايز يصغر، خدوا بالكم من دي. والاورطة برضو لما تيجي نفكر فيها الاورطة ايه هيصغر نتيجه الايه فلما الليفت فينتريكل الليفت اتريوم يخرج لبره ها والاورطة يصغر شويه والليفت فينتريكل يصغر شويه نتيجه البلاد فلو قليل اللي رايح للليفت فينتريكل، كل دول ده واحد في النص بيتزق لبره والتانيين بيتزقوا لجوه، فتلاقي الليفت كاردياك بوردر ايه ها بقى فيري ستريت كده اهوت بالمنظر ده، يسموها مايترالايزيشن اوف ذا ليفت كاردياك بوردر اللي هي سببها ايه غالبا مايترال ستينوز. انتوا لو تاخدوا بالكم من الصوره اللي على الشمال انا راسم خط بايه مشابه، هتلاقي فيه ايه سواد بين الخط والايه والقلب لان في نتوءات موجوده، لكن لو حصل ليفت اتريوم كبر والليفت فينتريكل ده صغر كده اهوت ها وده زاد كده اهوت ها، هتبص تلاقي في النهايه الايه الليفت بوردر بقى ستريت زي الايه ما انا برسم كده، ومفيش اي سواد، يعني اللاين اللي موجود على الليفت سايد في حته سواد تحته ايه اللي انا ايه بعمل ايه عليها كده اهوت، في بينه وبين القلب حته سواد، لكن هنا اللاين مفيش اي سواد بينه ايه وبين القلب نتيجة الانلارج بتاع الليفت فنتريكل وبتاع الليفت اتريوم ها فالليفت اتريال دايلاتيشن اهو بيبان على هيئة مايترالايزيشن في الليفت كاردياك ايه بوردر. لما اجي ابص هنا اهوت ادي بردك اللاين انا رسمه هنا اهوت عشان يبان لكم، واللاين هنا عشان يبان لكم واضح ان هنا مفيش اي سواد لان كلهم ايه ها على بقى حيزه واحد، لكن هنا في حته ايه ما بين اللاين والهارت، في لو تركزوا على طول في الحته اللي هيتجه لها السهم ده في ايه سواد نتيجه الايه نتوءات ايه القلب، لكن هنا مفيش ايه النتوءات دي كلها اختفت، وزي ما بقول لكم الليفت اتريوم بيخرج بره الليفت فينتريكل بيدخل جوه شويه، والاورطة برضو بيبقى قليل لان كميه البلاد فلو اللي رايحه قليله، فالتلاته مع بعض واحد في النص بيخرج لبره واتنين بيقلوا حجمهم شويه بيعملوا ستريتنينج للليفت ايه كاردياك ايه بوردر. لما اجي ابص هنا يبقى انا لو افتكرنا شفنا الدايليتد بالمونري وراه دايليتد اورتا سوري، وشفنا دايليتد بالمونري ارتري، وشفنا الليفت اتريوم لما يكبر هيبقى فيه ستريتنينج للليفت كاردياك بوردر. عندي بعد كده لو بعد ما خلصنا الاورطة هنا الاورطة وخلصنا البالمونري ارت وخلصنا الليفت اتريوم اللي هو ايه هنا هوت، وقلنا لما بيكبر بيبقى حصل ستريتنينج، هنا هيبدا الليفت فينتريكل ايه ممكن يكبر. اشهر حاجه في الليفت فينتريكلر دايلاتيشن
انك تلاقي الايبكس بتاع القلب ايه زي الرسمه كده متجه ايه لتحت، لان هو بيكبر في الاتجاه ده. ها، وده عكس الرايت فينتريكل. الرايت فينتريكل لما نيجي نشوفه في الدايلاتيشن بتاعه، لو هو الرايت فينتريكل تحت هنا اهوت، ها هيكبر في الاتجاه ده. هتبص تلاقي الايبكس طالعه كده اهوت، يعني ادي ايه الايبكس، هتلاقيها ايه طالعه هنا اهوت فوق الايه في الليفل اعلى شويه، ها كده اهوت، لانه بيتجه كده. فالليفت فينتريكولر دايلاتيشن الحقيقه لما نيجي نبص عليه بنلاقي الايبكس ايه نازل، الليفت فينتريكل كبر متجه لهذا الاتجاه. لكن لو الرايت فينتريكل هو اللي كبر، بتلاقيه ايه متجه القلب ايه في هذا الاتجاه، الايبكس ايه فوق كده اهوت. فيمكن ده فارق ايه يساعدنا في التشخيص، ولكن طبعا بعد الايكو والحاجات دي اللي بتشخص وبتساعد، ولا نكتفي فقط بالاكس راي، لان طبعا في نسبه ايه ان اكيرسي بتحصل، ما هياش يعني ما هياش اسطمبه 100% بتبقى. فلكن بناخد فكره ان هو ان احنا بنبص على البالمونري ارتري وبنبص على الاورتا، سوري، على البالمونري ارتري. هنا مثلا الرايت فينتريك الكبير، رايت فينتريكولار ايه هايبرتفي اهو هنا، ومعاه البالمونري ارتري دايليت ده اهو، ده الليفت وده ايه الرايت في الايه في الحته ده اهو، ده اهو ده الرايت بالمونري ارتري اهو، نتيجه ايه بالمونري هايبرتنشن جامد قوي، فعامل رايت فينتريكولار هايبرتفي اهو، والايبكس ايه طالعه ايه هنا اهو. لكن زي ما قلت لكم اللاترال فيو زي ما هنشوف في الاخر بيبقى ايه ادق. فيبقى انا عندي لو الليفت فينتريكل كبر بيخلي الايبكس نازله شويه لتحت، لو الرايت فينتريكل ايه كبر ايه بيطلعها لفوق. وادي الصوره عندي من احلى ما يمكن الحقيقه الصوره دي، على اساس ايه ان فيها ايه ها الايبكس طلع على الفوق بتاع الرايت فينتريكل اهي، وفي نفس الوقت عندي ايه البالمونري ارتري اهو ها دايليتد، والليفت والمين بالمونري والرايت بالمونري اهو برضو كمان ايه دايليتد، فماشيه مع حاله بالمونري ايه هايبرتنشن جامده نتيجه اي سبب، وعامله رايت فينتريكولار ايه هايبرتفي ودايليتيشن. لما هنيجي نبص على الليفت سايد اوف ذا هارت، يبقى احنا اتفقنا ان هو بنبص ايه فوق على الايه الاورطه لو تفتكروا، وبعد كده نبص على البالمونري، وبعد كده على منطقه الليفت ايه اتريام هنا اهوت، وبعد كده بنشوف ايه منطقه الايه الليفت ايه فنتريكل. ولكن في حاجه تانية لازم نضعها في اعتبارنا دايما، اللي هي ايه، ممكن الارت يكون في حاله اهو بس حواليه اوباسيتي جايه من اللنج في المنطقه ده، هي ده شايفين الاوباسيتي دي، يعني الهارت بوردر اهو هنا اهوت واقف عند هنا، والحته دي كلها اوباسيتي ايه من اللنج تيشو في المنطقه دي. فلو انا عندي الليفت بوردر ممكن الاقي قلنا الاورتك دايليتد، البالمونري، الليفت اتريوم مايترالايزيشن، ليفت فينتريكل، وات ايفر، ولكن ما يمنعش ان الاقي هيزنس الوايت اريا بتاعت الليفت بوردر مش واضحه يعني اهوت، وفي هيزنس غريب كده اهوت في الحته دي، نتيجه مشكله مش في القلب خالص، دي مشكله ايه في اللنج هنا اهوت حوالين القلب. فيبقى دايما اضع في اعتباراتي ان ممكن يبقى لما ابص على الليفت بوردر ان يكون حاجه في اللنج في الحته دي مبينه لك. ساعات ناس تفتكر القلب اللي كبير هنا، لا، لو تاخد بالك درجه البياض هنا اهوت بتاع القلب مختلفة عن الايه هنا اهوت، هاخد مربع حتى هنا اهوت مثلا، شوفوا الدرجة دي وشوفوا الايه هنا اهوت الايه البياض بتاع القلب واضح ازاي في دي، لكن هنا اهوت اهي شوفوا دي حاجة تانية خالص، دي من اللنج. يعني لو تقارنوا ما بين الحتة البيضة دي القلب والحتة دي هتحسوا الفارق الرهيب، ان ده مش القلب، المنطقة اللي على اليمين دهيت دي مش القلب، دي حاجة من ايه من اللنج هنا اهوت، لنج تيشو. فيبقى انا عندي هنا اهوت زي ما ببص على الليفت بوردر وشفنا الاورطه والبالمونري والليفت اتريوم والليفت، ببص انا يمكن الاقي الهيزنس ده ها نتيجه حاجه ادجيسنت للليفت بوردر من اللنج، كونسوليديشن مثلا على سبيل المثال، دي حاجه تانيه برضه كونسوليديشن ونيومونيا كانت حاصله ها، فالليفت بوردر مش باين يعني من كتر ما هو الكونسوليديشن هنا اهوت مخرب الدنيا هنا اهوت، الليفت بوردر انت مش قادرين نحدده اصلا نتيجه ان هو ايه، وتكتب وتقول او تكتب انك ان هو ال ديفايند نتيجه ايه ان في كونسوليديشن او نيمونيا ايه حواليه في اللنج هنا اهوت، فادي البوردر بتاع القلب واختفى بقى بعد كده راح فين، هو المفروض اهو يعني لو ان ده قوي، ولكن كل الحته اللي حواليه دهيت ايه
مليانه كونسوليديشن او نيومونيا، فمش مبينه الليفت بوردر. فانا عندي زي ما ببص على الليفت بوردر واركز في الاورطه والبالمونري وليفت اتريوم وليفت فنتريول، ابص لما ممكن البياض ده مش من الـ من الـ من الهارت اصلا، وممكن يكون ايه من اللنج تيشو نتيجه ايه انفكشن او باثولوجي تاني. برضو لما ابص على الليفت سايد اوف ذا هارت اركز، يمكن الموضوع شايفين هنا مثلا الهارت، ادي الاورطه اهو والبالمونري والليفت اتريوم والليفت فينتري، وفجاه حاجه غريبه بيضة كلر بتاعها حتى مختلف. يعني لو تاخدوا بالكم الكلر هنا في المكنه اللي بعمل فيها اكس مختلف ايه عن الكلر في الحته دي، هتلاقي الحته دي بيضة وطالعه ايه كده اهوت. هو اللي حاصل دي يعني بريكارديال سيست كبيره او حوالين الايه القلب نفسها، يعني خارجه منه، فدي حاجة نادرة الحقيقة. ولكن نبص عليها برضو في الليفت كاردياك بوردر، ان يكون ايه في بريكارديال ايه سيست طلع من البريكارديوم، ادي القلب هنا وفجأة حاجة حتى الكلر بتاعها مختلف، لان بتبقى مليانة ايه فلويدز وحاجات مختلفة عن درجة القلب، فتلاقي بياضها ايه مختلف هنا هوت. فيبقى انا عندي لما ببص على الليفت بوردر اتفقنا بنبص على الاورطة، واتفقنا عن بص على البالمونري ارتري، اتفقنا نبص على الليفت اتريوم تحتهم، وبعد كده الليفت فنتريكل، وممكن يبقى فيه هيزنس في اللنج هنا في المنطقه مخلي البوردر ضايع، وممكن نلاقي الليفت بوردر ايه خارج لبره كده زي الرسمه دي في حاله بريكارديال ايه سيست. فده كل ده ايه في الليفت بوردر اللي اتكلمنا عنه. ممكن المشكلة جاية من هنا من الأورطة، وممكن من البالمونري دايلاتيشن، وممكن الليفت اتريوم دايليتد، وممكن الليفت فنتريكل، وممكن اتفقنا الليفت بوردر ده يكون فيه كونسوليديشن حواليه مخليه الايه مش باين، وممكن يبقى فيه بريكارديال سيست ايه خارجة ايه من هنا هو زي اللي ايه اللي شفناه. فكل ده وعيني على الايه الليفت بوردر. خلصت الليفت بوردر اوكي، وما تنسوش هنعمل مراجعه للقصه دي كلها في المحاضره الجايه، تبقى قصيره قوي، ريفيو سريعه جدا للي عاوز ريفيو بسرعه. بصينا بقى على الرايت بوردر. الرايت بوردر انا عندي تيبيكالي الحته اللي تحت دي معموله بالايه بالرايت اتريوم اللي هي ده هي ده اهي بالرايت اتريوم، وفوق هنا هوت المفروض ادي اللاينر اسمه لكم الاصفر ده هوت، هنبص تحت وبعد كده هنبص على الحته اللي فوق هنا، وانا عامل لكم لاين هنا اهوت ها كده اهوت بالعرض عشان نتخيل احنا بعد جينا على الرايت بوردر هنبص تحت ونبص فوق هنا اهوت، يعني عشان بس تبقى الامور واضحه. نبص تحت الاول بقى عشان الصوره تبقى واضحه بالنسبه لنا. هنبص تحت على الرايت كاردياك بوردر. الرايت كاردياك بوردر اتفقنا الرايت اتريوم بيلعب دور رئيسي اللي هو فيه اللي هو الجزء اللي تحت ده هوت، والابنورماليتيز هنشوفها مع بعضينا دلوقتي حالا. اول اكزامبل هنا بيجي لي في اللور بارت ان لو الاقيه بلجنج لبره كده هوت، يبقى دي في احتمال رايت اتريال هايبرفي او دايلاتيشن. لو تاخدوا بالكم هنا هوت معتدل حجمه ريزنبل الكيرف كده، لكن ده خرج لبره خالص، ده نتيجه رايت اتريال هايبرفي او دايلاتيشن، يبقى دي حاله رايت اتريال هايبرفي. يبقى انا بص على الرايت بوردر دلوقتي ممكن الاقي رايت اتريال هايبرفي، الحاله بتاعتها واضحه اهي، ها واضح لو هقارن الكيرف البسيط ده هوت بتاع النورمال والكيرف اللي هو خارج لبره قوي 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 ده هوت، ده في حاجه في الرايت اتريوم مكبره هنا هوت. طبعا الرايت اتريوم ممكن يكبر لاسباب ترايكاسبيد ستينوزس الى اخره. لو انا هبص بصه ثانيه ممكن الاقي دي يمكن سهم موضح لي الدايلاتيشن في في اني منطقه كومبيرد للنورمال. عاوزكم تقارنه بالنورمال هتلاقي ان الكيرف خارج قوي 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 زياده عن اللازم، ان هو في دايلاتيشن في الحته دي كومبيرد للكيرفيتشر البسيط ده هوت كده هوت. لو هنبص بدقه شويه ممكن نلاقي حاجه غريبه قوي، تحسوا ان هوت لو تركزوا معايا في المنطقه دي، بس انا عاوزكم تركزوا في الحته
دهيت. اوكي هتلاقي ان في وايت كده هوت بوردر كده هوت هنا هوت اهو الليفت اتريوم، وبعدين في بره كان لاين تاني هنا هوت للقلب. يعني انا ايه، انا هشيل الاحمر ده عشان تركزوا معايا، هتلاقي ايه هنا هوت في لاين كده هوت اهو اوكي، وبعدين القلب ايه اهو. هلا هو ايه الموضوع ده؟ الموضوع ده ان هو الليفت اتريوم لما بيكبر، يعني انا عاوزكم تتخيلوا ايه ده بوردر القلب، والليفت اتريوم ايه كبر، اتفقنا ايه بيبان حته منه ايه في الليفت في الناحيه دي ها، ولكن لو كبر قوي 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 ممكن تلاقي جزء منه يبان ايه في الاذر سايد، يعني من كتر حجمه الكبير بدا ايه يبان يطلع من الرايت سايد ويبقى ويبقى. فايه اللي حاصل؟ ان هو في حالات السيفير ليفت اتريال هايبرتفي مش مجرد بيحصل في الناحيه دي بس يبان، لا ده ممكن يكبر 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 وتبص تلاقيه عمل لك حاجه اسمها دبل ايه كونتور او دبل شادو، ان هو الدبل كونتور للقلب، ادي الليفت اتريوم وبقيه القلب اهو، فمن كتر ما هو كبير فعامل لك دبل لانه هو ورا القلب، فانت شايف ايدج القلب ها اللي هي الخارجيه دي، وشايف الايدج بتاع الليفت اتريوم وهو ايه كبير ليفت اتريال هايبرتفي اهو، فعامل لك دبل ايه كونتور جميل جدا. يبقى انا لما ابص ان اهوت على اللور بارت ان اهوت ممكن الاقي اركز ان اهوت هلاقي الدبل كنترول، وواضح ان اهوت الايه اللي انا عامل اسهم اهو توضح الايدج بتاع الليفت اتريوم اهو، والايدج بتاع الهارت اهو في موقعه الطبيعي اهو، لكن هو الليفت اتريوم باين على انه لاين تاني من كتر ما حجمه كبر. فالليفت اتريوم في الاول بيكبر في هذا الاتجاه يس، ولكن بعد شويه بيكبر قوي ويبدا يبان لك في الرايت سايد، يقوم يلاقي دبل ايه كونتور في الناحيه الثانيه. يبقى انا عندي لما بنبص على القلب في عندي ممكن الاقي الرايت اتريوم دايليتد، وممكن الاقي ايه الليفت اتريوم كمان من خلال ايه الدبل كنترول. ولو تاخدوا بالكم الصوره اللي قبل كده ايه هتلاقيها بياض ابيض ناصع، هنا هوت هتلاقي دققوا بدقه كده هتلاقوا في الحته اللي فوق اللي هي دي في ايه دبل كنتور جوه الايه المنطقه دهيت فيه درجه بياض ودرجه مختلفه شويه، هي دي الايه الدبل كنتور عند الايدج ايه في الحته ايه دهيت. لما هنيجي نبص بعد كده على الـ 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 الصوره اللي بعد كده، ممكن الحته اللي تحت دي تبقى برضو كبيره نتيجه ان الاورطه في انيوريزم وطالع اهو كبير، يعني الاورطه هنا اهوت اهو الاورطه طالع كده ولافف اهو ده الاورطه اوكي، بس بعد ما لف ايه نازل ايه نازل لتحت اوكي. لو في انيوريزم كبيره قوي 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 هتطلع ايه من الناحيه دي ايه وهتبدا ايه تبان في الناحيه اللور ايه بارت هنا اهوت كده، فممكن تلاقي الحته اللي تحت قلنا احنا بنتكلم في الرايت بورد كبيره حبتين نتيجه ايه ان في اورتك ايه انيوريزم ايه قد كده طالعه من من حوالين القلب باينه ان هي ايه حته بياض ايه اكسترا ايه برضو في اللور ايه رايت سايد هنا اهوت. وممكن الاورتك ايه انيوريزم تبقى كبيره قوي قوي في السن كده اهوت لدرجه ان هي تبقى شكلها بلج واضح انها انيوريزم ايه في اللور هارت، يعني ادي اللور هارت بوردر هنا اهوت كل دي ايه حواليه خارجه ايه انيوريزم ايه خارجه هنا اهوت اورتك انيوريزم. فزي ما الناحيه الثانيه شفنا فاكرين ليفت فنتريكل انيوريزم، هنا ايه ممكن تبقى اورتك انيوريزم. يبقى انا عندي اللور سايد اللور الرايت بوردر من تحت في الرايت اتريوم، الليفت اتريوم لو كبر قوي، وقلنا الاورتك ايه دايلاتيشن ممكن انيوريزم، وال الاورتك انيوريزم خدنا مثل ليها تاني. في حاجه تانية برضو على اللور رايت بوردر اللي هو نلاقي ايه ها منطقه حواليه فيها كونسوليديشن، لو تلاحظوا اللنج هنا ابنورمال كده اهوت ها حوالين الايه الرايت دي نتيجه كونسوليديشن في اللنج في المنطقه دهيت، كل ده في اللور رايت ايه بوردر. فانا مجمعها لكم الحقيقه في رسمه جميله قوي اللي هي ايه ده النورمال هارت اهي، وعندي هنا الرايت اتريوم، عندي هنا الدبل كونتور بتاع الليفت اتريال هايبرتفي، عندي هنا دي حاله اورتك ايه انيوريزم ايه كبيره قوي هنا اهوت ايه من حوالين المنطقه دي، وعندي هنا ايه
ها كونسوليديشن ايه رايت ميدل لوب نيمونيا في المنطقه ده هي ايه حوالين الايه اللور رايت ايه بوردر. يبقى انا ممكن ابص يطلع نورمال هارت وممكن رايت اتريال هايبرتي، ممكن ليفت اتريال هايبرتي دبل كونتور، وممكن الاورطه في المنطقه دي دايليتد قوي، وممكن ايه كونسوليديشن عند اللور رايت بوردر يعني في الرايت ميدل لوب ايه نيومونيا، انا اخدها بالتفصيل ايه مع الشيست ايه راديوجرافي في المنطقه دي. فكل دي ايه ابص عليها وانا ايه بشوف اللور ايه رايت بوردر بتاع القلب ايه في المنطقه ايه ده هي زي ما ايه اتفقنا. يبقى انا عندي الـ بعد كده بعد ما خلصنا تحت اللي هو الرايت بوردر المنطقه دهيت واتفقنا ممكن من الرايت اتريوم ممكن الليفت اتريوم كبير جدا وفي دبل كونتور، ممكن اورتيك انيوريزم ايه خارج لبره في المنطقه دي، ممكن كونسوليديشن ايه في اللنج في الحته دوت لور ليف رايت لوب نيومونيا او نيمونيا في المنطقه دي بتبقى بياض في الحته دي حوالين القلب كده تخليه هيزي. وزي ما اتفقنا ايه هنبص ايه بعد كده فوق في المنطقه دهيت في المنطقه دي وانس بصينا على فوق بركز ايه على ادي ده النورمال على الشمال ايه وشايفين هي دي الحته دي النتوء اللي طالع لبره ده. فانتوا لو تاخدوا بالكم لو تفتكروا من الليفت فينتريك الاورطه كان خارج كده اهوت ايه وبيلف انا افكركم ايه بيها. ففي المنطقه الرايت يعني الاورطه خارج من الليفت فينتريك اللي طالع الاول كده وبعد كده بيلف، مش كده احنا بنسمع الاورتيك فالف ايه في السكند رايت مش ليفت انتركوستال سبيس، بتسمع الاورطه لانه الاتجاه الايه الدم كده وبعد كده بيلف. فانا عندي الصوره دي الحقيقه معبره جدا لو هبقى اقارن الدايره دهيت اهي في المنطقه دي وبعد كده ايه اروح انا ايه اعمل دايره ايه في المنطقه دهيت هتلاقي ايه الاورطه في بلج هنا اهوت ايه نتيجه بالمونري ارتري ايه دايلاتيشن سوري اورتيك دايلاتيشن انا اسف. دي حتى حاله ايه الليفت فينتريكل كان كبير والابيكس متجه ايه لتحت والاورطه ايه دايليتد ايه وخارج ايه لبره نتيجه حاجه اسمها بوست ستينوتيك ايه دايلاتيشن شرحناها ايه في النظري إيه لو تروحوا الموضوع الاورطيك ستينوز. فانا لو هبص على الرسمه دي هي لوحدها ايه بتنطق هنا اهوت ها ال 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 ان ان في ناحيه في البالمونري ارتري عادي والشكل الهيزنس طبيعي في المنطقه الخفيف ده هنا هو تلاقي حته بياض طالعه كده اهوت نتوءه كده اهوت نتيجه ايه اورتيك ايه دايلاتيشن او يعني قرنه عادي الحته دي وقرنه هنا اهوت ايه بالبتاع اللي خارجه لبره اللي هي الاورتيك ايه دايلاتيشن. طيب اتفقنا كمان عشان برضو ايه الدقة لو تفتكروا احنا جبنا سيرة الكيس دي قبل كده رايت فينتريكولار هايبرتروفي والابيكس طالع على فوق اهي اهي القلب كبير واصل شوفوا للشيست وول بس الابيكس ايه طالع على اتجاهها ازاي وقلنا في بالمونري ارتري هنا ايه دايليتد هنا اهوت المين بالمونري ارتري وادي الرايت اهو في المنطقة دهيت برضو ايه احنا بنتكلم على الرايت بوردر فوق لو تفتكروا احنا خلصنا الايه الحته اللي تحت دهيت مش كده فاحنا بنتكلم فوق هتلاقي المنطقه دي فيها ايه البالمونري ايه ارتري ايه دايليتد رايت بالمونري ارتري. فانا حتى لو هشيل اللعبه انا هقارن لكم بدي قارنوا دي النورمال وقارن دي شايف درجه البياض شايفينها تقيله ازاي دي بتاعه الايه البالمونري ارتري ايه دايليتيشن وماشيه مع المين بالمونري ترانك كبيره والرايت فينتيكل كبير في حاله بالمونري هايبرتنشن واضحه ودايلاتيشن هنا اهوت وانا لو اقارن المنطقه دهيت بالمنطقه اللي قبالها هنا اهوت هحس ايه بالفارق ايه على طول يعني لو اشيل الاحمر ده واقارن المنطقه دي اهي كده اهوت اهو المنطقه دهيت بالمنطقه ايه دهيت ايه هحس على طول فارق ايه البياض دي بالمونري ايه ارتري ايه هنا اهوت ايه كبير في الناحيه دي بالمونري ارتري ايه دايلاتيشن. اللي هنبص تاني على ال برضه البالمونري ارت لانه مهم قوي وده يمكن تيبيكال كيس رائعه هو نورمالي يبقى الحته دي فيها داخله لجوه مش 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 خارجه ايه لبره لكن هنا اهوت لو تلاحظوا ايه هنا اهوت خارج لبره ازاي وهنا خارج لبره ازاي هنا اهوت ده بالمونري ارتريز دايليتد بينطقوا يعني حاجه من ايه من افضل الاكس رايز في توضيح الموضوع ده البايلاترال بالمونري ارت دايليتيشن قارنوا انتوا هنا الليفت سايد دي النورمال ها وقارنوا هنا اهوت ايه التو بالمونري ارتس بسم الله ما شاء الله ها حاجه ايه بتنطق هنا اهوت اهي
اهو ادي نمره واحد اهو، ادي الليفت، وادي ايه نمره اتنين اللي نازل لتحت ده ايه الرايت. لو هتبص عينك على دي مش هتلاقي ايه الموضوع ده، هتلاقي حاجه ايه بسيطه كده، مكانهم واضح بس مش دايليتد قوي، مش بالوضوح ايه بتاع الدايلاتيشن ان هم كبار في الحجم كده. فانا لو اخد بالي من الحته ده هيت هنا اهوت وقارنها هتلاقي لا حجمه كبير فعلا البالمونري ارتري، وبرده الرايت بالمونري ارتري ايه المنطقه ده هيت لو ايه انا هاخد هنا اهوت هتلاقي الرايت بالمونري ارتري دايليتد. برضو دي من الحالات اللي لما يكبر قوي البلمونري ارتري، عندي اهو مكان الدايلاتيشن بتاعه اهو في الليفت، وادي ايه الرايت سايد دايليتد برضو جدا زياده على اللازم. يعني قارنها بالحته دي وانتوا يعني الموضوع مش محتاج يعني ايه عبقريه يعني، يعني هي المقارنه ما بين المنطقه دي والمنطقه دي، وشوف البلمونري ايه ارتري ايه ها دايلاتيشن عامل ازاي، بلمونري ايه ارتري ايه دايلاتيشن هنا اهوت. فانا يمكن الاكس راي دي ايه كبيره جدا يعني، يعني بالمقارنه احنا خدنا ايه ممكن الـ الشكل ده اللي هو الشكل ده خدناه ده بالمونري ارتي دايليتد، وخدنا اللي بعده اللي هو دايلاتيشن كبير قوي بقى، يعني الاثنين درجات من دايلاتيشن، عاوز بس عينيكوا ايه تبدا ايه تتعود على الاشكال ايه المختلفه. عندي ممكن احنا فاكرين احنا اتكلمنا في الرايت بوردر، قلنا اللي تحت خلصناه بتاع الرايت اتريوم والليفت اتريوم والكونسوليديشن هنا واتكلمنا فيه، نتكلم فوق دلوقتي. ممكن المنطقه دي تبقى ايه هنا اهوت عامله كده نتيجه ليمف نود في المنطقه دي، يعني سواء هنا اهوت في ادي ليمف نود اهي، فممكن بالاضافه البالمونري ارت دايلاتيشن هنا يبقى في ليمف نود انلارجمنت. يعني انا عندي لما الاقي المنطقه بتاع الهايلم دي دايليتد كده اهوت، ممكن تبقى من البالمونري ارتري وممكن تبقى ايه من ليمف نود ايه انلارجمنت. هنا دي كانت حاله ليمف نود ايه انلارجمنت ايه هنا اهوت، فيبقى الاشعه ما تقدرش 100% تجزم، ولكن بتديك فكره هل انا في دايلاتيشن في البالمونري ارتري في المنطقه دي ولا في انلارجمنت ايه في الليمف نودز. الاثنين في النهايه بتلاقي منطقه الهايلم دي اللي هو فيها التو سمول جرين اروز دول اللي حاططهم هنا، لو تقارنها هنا اهوت هتلاقي ايه عاوزك تقارن ايه الهايلم هنا اهوت في السنتر كده اهوت، وشوف ده داخله ازاي هنا اهوت، وشوفها هنا اهوت ايه خارجه ايه ازاي كده اهوت، دي برضو ايه داخله كده اهوت المنطقه دي، تعال هنا اهوت هتلاقيها ايه خارجه ايه هنا اهوت كده. فطبعا ده فارق كبير جدا ما بين النورمال اللي هي على الشمال والهايلر ليمفادينوباثي. ممكن الابر رايت بوردر، احنا اتفقنا الابر رايت بوردر اتكلمنا على الايه البالمونري واتكلمنا على هايلر ليمف نودز، يعني ممكن بالمونري ارتري هنا كبير هنا اهوت، وممكن ايه ليمف نودز زي ما ايه ما اتفقنا برضو ايه هنا اهوت تملالي المنطقه دي، اتفقنا على كده. طب تعالوا نبص حاجه تانية، ما ممكن نفس الفكره كونسوليديشن في اللنج الادجيسنت هنا اهوت للقلب، تلاقي كان المنطقه دي كلها خارجه، هي مش المنطقه خارجه لبره، هو اللنج بيضه فمع شادو القلب كانها ايه مكمله على بره. فانا عندي الابنورماليتي هنا الاوباستي في المنطقه دي ممكن تبقى بالمونري ارت دايلاتيشن، ممكن ليمف نود انلارجمنت وممكن ايه كونسوليديشن ايه من الايه اللنج لنج كونسوليديشن في الحته دي. يبقى انا لما ببص على الاشعه عندي فوق هنا ممكن الاقي ايه البالمونري ارت دايت، وشفنا شكله طبعا ده مش شكله، وممكن ليمف نود ايه انلارجمنت كور كده وده برضو مش شكلها، وممكن ايه لانج ايه حاجه في لانج كونسوليديشن هنا اهوت، وده تيبيكال لانه واصل ايه لحد الايه البلورا، يعني القلب مش هيوصل ايه للدرجه دي في الحته دي ابدا. فواضح ان هنا في لانج ايه كونسوليديشن ايه حواليها هنا اهوت، كل ده ايه في الابر رايت بوردر التقسيمه اللي اتفقنا عليها. قلنا اورطه بنبص عليه وبالمونري ارتري، الليفت اتريوم، الليفت فنتريكل، واتفقنا الرايت اتريوم والمنطقه دي اللي اتفقنا فيها ممكن الليفت اتريوم يكبر ويعمل دبل كونتور وممكن كونسوليديشن هنا وممكن اورتيك انيوريز، وطلعنا فوق على المنطقه دهيت المنطقه دي اللي قلنا فيها ايه الرايت بالمونري ارتري والليمف نودز وكونسوليديشن في اللنج ممكن يعمل اوباسيتي. فده بالنسبه للايه للرايت كاردياك بوردر، بصينا تحت زي ما اتفقنا ايه وبصينا ايه فوق وشفنا الابنورماليتيز، وعاوزكم طبعا ايه تراجعوا ايه هذا الكلام. الكاردياك فانكشنز الحقيقه لما نيجي نتكلم عليها
انا عندي بيبقى ايه يعني بتساعدني الاكس راي، يعني مثلا لو في لانج كونجيشن ها او نتيجه مثلا هارت فيلر، بتلاقي الهارت حجمه كبير على سبيل المثال، ممكن تلاقي الفيسلز في اللي تحت اهوت، يعني هو نورمال الفيسلز تحت اتخن ايه من اللي فوق، ده النورمال. لكن اللي حاصل لما في لانج كونجيشن بيحصل فازو كونستريكشن في الفيسل اللي تحت تو ريدايركت البلاد للايه الويل ارييتد ارياز في الابر بارت بتاع الايه اللانج. عارفين الابر في الايبكس في مور اير، نسبه الاير اعلى، فاللي هو الفنتليشن بيرفيوجن ريشيو يعني. فعشان الدم ياخد اكسجين اكتر بيحصل فازو كونستريكشن داون وريديستريبيوشن للبلاد لفوق ها هنا هوت، فبتلاقي ايه الفيسلز ايه الدم اكتر وطالع، الفيسلز بقت اتخن اللي طالعه لفوق اسمها ريديستريبيوشن للبلاد. ممكن هنشوف ممكن البالمونري ايديما الالفيلاي اتملت بفلويد زي الايه الحته دي اللي انا بعمل عليها دي مليانه ايه فلويد هنا اهوت، معياش سودا مليانه بياض كده، وممكن نلاقي ايديما انترا لوبيلر ايديما اسمها كيرلس بي اي لاينز، هنتكلم عنها سريعا. فدي حاله نورمال هارت مثلا، انا ده شكلها ايه زي، وتلاحظوا هنا اهوت اللي تحت هنا اهوت الفيسلز اللي نازله تحت هنا اهوت، لو تقارنوا ها ها ثيكر المنطقه ده هي اهي، ركزوا عليها كده اهوت مثلا ها، وقارنوا ايه على المنطقه ده هي ايه كده اهوت، قارنوا بس ايه الحته دي بالحته دي، هتلاقي ان الحته اللي تحت فيها بياضك هو ده البلاد فيسلز، بتبقى ثيكر في اللور بارت ايه بتاع الايه اللنج، ورفيعه اللي طالعه ايه رفيعه كده اهوت ايه في الابر بارت بتاع اللنج. ادي اللور بارت اهو ثيك اهو، البلاد فيسلز طالعه اهي وثيكر ايه واضح. حصل بالمونري كونجيشن ها بيحصل ايه ريديستريبيوشن، ويبدا شايفين البلاد فيسلز اللي طالعه في الحته دي عامله ازاي ثيكر ازاي، كل الابيض الرفيع ده اللي ماشي ده اهوت ايه دي بلاد ايه فيسلز ايه طالعه كده اهوت ريديستريبيوشن ايه للبلاد في الحته دي، بيسموها عشان هي طالعه سيفاليك ناحيه الدماغ بيسموها سيفاليزيشن. يعني دي اول صفه في اللنج كونجيشن لما يحصل هارت فيلير، ان يحصل ريديستريبيوشن للبلاد تو جو تو ذا ويل ارييتد اريا، يوم يحصل فازو كونستريكشن تحت والدم يتجه لفوق، فتلاقي البلاد فيسلز فوق بدات تبقى ايه ثيكر. لو تقارنوا انا عاوزكم عينكم ركزوا لحظه كده في دي، ركز معايا على الصوره اللي قدامكم دي وارجعوا ثانيه واحده لدي وشوفوا الفارق، اظن اعتقد الفارق واضح ان ايه البلاد فيسلز في الثانيه ثيكر وطالعه ايه لفوق، دي عمليه سيفاليزيشن ايه في اللنج اللي هي ايه ادي السهم ايه متجه لها ايه هنا اهوت في الايه البلاد فيسلز دي. مره تانية ادي النورمال ها والسيفلايزيشن اهي بالمنظر ايه ده اهوت. بعد السيفلايزيشن في مرحله تانية اللي هي مرحله الايه ال ان 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 البلاد فيسلز بقى الفينز الكبيره والفيسلز تبدا تتملي، يحصل ايه هايلر ايه فولنس ويز هيزنس كده هو بتلاقي الهايلم بدا يبقى فول، مش مجرد بلاد فيسلز الايه اللي بره، لا ده الكبار بقى نفسهم بداوا يدخلوا في اللعبه ويبقوا دايليتد وكبار، فيبان ايه هايلر ايه هيزنس. يبقى اخدنا النورمال، اخدنا سيفلايزيشن، واخدنا بعد كده زياده في الهايلر فولنس والهيزنس بتاع بسبب البالمونري فينز بدات تبقى دايليتد اهي اهو اهو، كل الحته دي بدات تكبر، يعني بقارنها بالنورمال اهي، شايفين النورمال عامل ازاي، شايفين دي الايه الهايلم ايه اهو ادي سهم متجه ليها اهو، والسهم متجه ليها عامل ازاي نتيجه البالمونري فينز بقت كونجستد هي كمان ودايليتد. فمن النورمال لمرحله السيفلايزيشن الفيسلز اللي طالعه لفوق، وفي هايلم يعني باين شويه هنا، باين بوضوح قوي قوي في الرسمه دي ايه الهايلم مليان كده نتيجه كونجستد وانجورجد ايه فينز. بعد المرحله دي ندخل في مرحله البالمونري ايديما بقى الايه اهو، ادي النقط البيضاء اللي جوه اللنج تيشو نفسه ده اهو، دي كل دي اللي انا بعمل عليها بالاحمر كل دي بالمونري ايديما ها، كانها عامله زي بتر فلاي وينج ايه ابييرنس كده ديفيوز ايه انفلتريتس في اللنج. فلو انا قارن حتى الصوره دي بالنورمال هحس يعني ايه ايه بالمونري ايه ايديما، شايفين ايه مليانه ازاي ايه ها ولو قارنها حتى بعمليه السيفلايزيشن مش هتلاقي هنا ايه في بياض بس هنا هوت البياض تقل قوي في الحته ده، هي تقل قوي
فدي نتيجة ايه؟ بالمونر اديما. وقارنها بالحتة اللي فوقها، الحتة اللي فوق فيه شايفينها سواد ازاي، ده فيه اير، لكن هنا ده ايه؟ فلويد مالي. ايه المنطقة ده؟ هي نتيجة ايه؟ بالمونري اديما حاصلة في مراحل الايه العنيفة من الهارت. ادي فوق ايه؟ في شوية سواد. التانية ايه؟ الفلويد مالي الايه؟ الايه؟ اللنج في حالة ايه؟ بالمونري ايه؟ اديما. يبقى انا عندي شفنا النورمال، شفنا السيفيلايزيشن، شفنا هايلر فولنس وهيزنس في منطقه الايه الهايلم اللي هي الايه المنطقه دهيت كده، وبدايه بالمونر اديما خفيف، وشفنا بقى البالمونر اديما الايه التقيله بيبقى ايه عامله ايه ازاي. برضو حاله تانية دي برضو ايه بناخدها حاجه اسمها كيرلس بي لاين، اللي هي انتر لوبيلر ايه في سبتا، بيبقى فيها اديما بتبقى هوريزونتال لاينز. ها يعني شايفين مثلا اللاين ده اللي نازل له الابيض ده هوريزونتال لاين، ده انتر لوبيلر سيبتم في ايه اديما، وده برضو اللاين ده هو ده اللي فوق الاحمر ده في اديما. اللي برضو السهم الابيض ده متجه للاين هوريزونتال، ده انتر لوبيلر اسمها كيرلز ايه بي لاينز. ويمكن ايه انا عامل دايره حوالين واحد منهم اللي هو شايفين، انا هركز الدايره حوالين الايه اللاين المستعرض ده، ده انتر لوبيلر ايه اديما. انتر لوبيلر بسبب بيسموها كيرلس بي لاين، ممكن نلاقيها برضو في حالات البالمونري اديما. فيمكن انا في يعني لو هبص لها من منظور اخر بشوف ادي النورمال على الشمال اهي، في انجورجمنت في منطقه الهايلم دي مراحل البالمونري اديما، والفيسلز بدات تتجه لفوق، في بياض هنا اهوت كده عن الكومبيرد اللي ايه لدي لو انا هقارن دي بدي. وبعد كده الايه حاله البالمونري اديما البياض ايه ملا ايه اللنج خالص، ما بقاش فيه سواد يعني تقريبا ايه يسكر. فيمكن الثلاثه دول جنب بعض، سواء النورمال هبص عليها اهو، ادي النورمال ايه هنا اهوت، وهبص على المراحل الديفلوبمنت لنج كونجيشن انجورجمنت في منطقه الهايلم اهي، وبعد كده يعني قارنها بدي وانتوا ايه هتحسوا ايه بالفارق. قارن دهيت اللي هي بايه بدي، هتحس انجورجمنت في الهايلم مليان في بياض، وبعد كده مرحله الايه البالمونري ايه اديما اهي، ثلاث مراحل ايه ورا بعضيهم ايه من احسن ما يمكن الصوره دي. ادي النورمال ركز عليها، ركزوا عليها، انجورجمنت في الفيسلز اهي واضحه اهي بدات تكبر اهي الفيسلز دي فوق التو لاينز، وعندي بعد كده مرحله الايه البالمونري ايه اديما اللي هي ايه دهيت. الحقيقه في كيس انترستنج قوي، كان نفس العيان وهو عنده اكيوت بالمونري اديما، وادي الاديما ماليه اللنج تيشو البياض ده اهوت كله اللي ماليه، وانجورجمنت ايه في الفيسلز هنا اهوت وفي في الهايلم والفيسلز دايركت اللي فوق كله بياض، يعني تلاحظ حاجه يعني واضحه قوي. بعد العلاج اتحولت الكيس ايه للي احنا ايه شايفينها كده اهوت، هتشوف ايه هنا اهوت الكاردياك سايز نفسه كان كبير قوي هنا اهوت، ايه بدا يصغر في العلمين، بدات اللنج يبقى فيها السواد الاير بدا يدخل ايه اللنج كومبيرد، يعني قارن الحته اللي على الشمال فوق دي بالحته اللي ايه باللنج الشمال هنا اهوت دلوقتي، هو نفس العيان بس بعد العلاج بدا دي كلير اب الانجورجمنت قل كومبيرد للايه اللي على الشمال، شايفين اللي على الشمال الانجورجمنت عامل ازاي، هو نفس العيال اخذ علاج صغر قوي البالمونري فينز نتيجه الكونجيشن قلت. يبقى انا عندي حاله جميله قوي للانج اديما قبل او كونجستيف هارت فيلير ومعاه بالمونري اديما قبل العلاج، الهارت حجمه قد كده الهارت هنا اهوت ايه صغر شويه، لو هتقيسها بالمقياس هتلاقيها اقل سنه، الانجورجمنت ان هو كان فظيع ازاي ان هو ايه صغر الحجم، وقارن برضو ايه الرايت سايد نفس الوضع ان هو البياض هنا البالمونري اديما ماليه اللنج وايه مبيض، ركز في السودا شويه وبعدين اقلب لي هنا اهوت وشوف لي ايه اللنج هنا السواد ايه بدا يزيد في المنطقه دي، وقارنوا الاثنين على اللاين الابر ده بالذات ان هو فوق اللاين ده هتحسه على طول قد ايه كانت في بالمونري اديما وايه وتحسنت مع العلاج. فمع العلاج الحقيقه من الحاجات اللي بتستجيب جدا وتقدروا تدخلوا تشوفوها في النظري عندنا في ميدلر شرح الايه البالمونري ايه اديما بالتفصيل. انا حاططهم جنب بعض عشان الايضاح، يعني ادي النورمال اهو
وبعد كده حصل سيفاليزيشن اللي هي الفيسلز طالعه ايه لفوق اهي متجهه لفوق. يعني لو تاخدوا خدوا بركزوا على الابر لانج اسود كده، بدا ايه سيفاليزيشن ايه فوق، بعد كده انجورجمنت في الـ عند الهايلم نتيجه البالمونري ايه فينز بدات تبقى دايليتد قوي كبرت، وبعد كده ايه ها بالمونري اديما البياض اللي مالي جوه اللنج تيشو نفسه. قارنه بالنورمال تحت هنا اهوت، النورمال الحته دي اهو الدايره دي بالحته دي، وانتوا ايه تحسوا اللي احنا بنتكلم فيه، يعني ايه الفيولر اديما اللي هي العيان يا عيني بيبقى بيغرق جوه نفسه، حاجه يعني مرعبه يعني. فانا الاربعه جنب بعض من النورمال للسيفاليزيشن للانجورجمنت الجامد او هايلر فولنس وهيزنس والالفيولر ايه ايديما في اللنج، الاربع مراحل دققوا فيها من السيفاليزيشن كده هوت لحد الانجورجمنت للفينز لحد ايه البياض الرهيب نتيجه ايه البالمونري ايه ايديما التيبيكال. ومن اهميه الموضوع الحقيقه ال من أهمية الموضوع، أنا بحب أراجعه برضو بطريقة تانية، إن أنا ببص على النورمال وراها أهي السيفيلايزيشن فيسلز بدأت تتجه لفوق، شايفينها أهي اللي طالعة دهيت أهي أهي، وراها الهايلر بقى انجورجد أهو شايفينه أهو، وبرضه في الناحية التانية فيه أهو أهو دهوت، وراها الايه البالمونري ايه ايديما ماليه اللنج الفيولر ايديما في البياض ده ايه ده كله، يعني حاجه ايه ستيجز من احلى ما يمكن واضحه، وزي ما لخصناها مع بعضينا ايه الاربعه مع بعض من النورمال للعمليه سيفلايزيشن الهايلر فولنس وهيزنس للفيولر ايديما كلها مراحل الايه البالمونري ايديما. يمكن الاكس راي الجايه دي انترستنج قوي بالنسبه لي وبتبقى بالنسبه له، اللي هي ايه انا بقولها بطريقه وات از ذس هو ايه ده. كان في باين فيلم اسمه هو ايه ده حاجه كده على ما اذكر يعني، فهي دي برضو ايه حاجه شبه هو ايه ده. هو الفكره الصوره انا حاططها على اليمين هنا، يعني نفس الصوره اللي هي هنا هو دي انا واخدها ايه على اليمين في الصوره دي، واول حاجه هلاحظها ادي الكاردياك ايه كارديو ثوراسيك ريت، شايفين الكاردياك هنا هنا هو كبر ازاي اهو، دي اول حاجه يبقى فيه انكريز في الكارديو ثوراسيك ايه ريشيو اللي هو السهم اللي فوق ده اهو. وانا حتى الحقيقه عامل ايه السهم الاسود ده هو واخده هو هنا اهو عشان اوريكم ايه القلب ايه كبر من هنا لحد ايه هنا، كل ده زياده في حجم القلب. ففي كارديوميجالي دي اول حاجه قبل ما نتكلم، القلب حجمه كبير. تاني حاجة لما بص على الليفت كاردياك بوردر، شايفين هنا الليفت كاردياك بوردر في النتوءات هنا اهو، في حتة سودة وفي نتوء تاني وفي حتة سودة ايه وفي اهو الليفت فينتريكل اهو هنا اهو، بقى لو تلاحظوا هنا اهو في ستريتنينج للليفت ايه كاردياك بوردر خالص، ففي عملية ايه مايترالايزيشن نتيجة ايه ليفت اتريال هايبرتفي. ها يبقى دي اول حاجه شفنا كارديوميجالي، تاني حاجه ايه ليفت ايه اتريال ايه هايبرتي وعامل مايترالايزيشن للليفت كاردياك بول اللي شرحناه، الليفت اتريوم ايه بيكبر كده اهوت وده بيصغر شويه وده بيصغر شويه اللي هو الليفت فينتريكل والاورتا يقوموا ايه يبقوا على نفس ايه حيزه مع بعض. وادي ايه الرسمه بتاعته. لو نبص بصه كمان هنلاقي سيفاليزيشن واضح، انا عاوز اقارن لكم المربع الاسود اللي فوق ده شايفينه، بص على اللي جواه وبص على هنا المربع الاسود ده اللي جواه، هتحس على طول ان الفيسلز هنا رفيعه وهنا اهوت هنا اهوت جوه المربع الاسود ده بقت تخينه الفيسلز، عمليه سيفاليزيشن يعني في بدايه ايه بالمونري كونجيشن، وده منطقي مع الميترال ايه ستينوسس انه يحصل ايه سيفاليزيشن. فيبقى انا عندي هنا اهوت اخدنا الكاردياك بوردر كان كبير واخدنا ستريت ليفت كاردياك بوردر، واخدنا مرحله الايه السيفلايزيشن اللي هي لو ادققها ادي مربع اهو واخده هنا، هو في الاشعه الثانيه واخد نفس المجال، هتلاقي البلاد فيسلز في على الشمال رفيعه وبعدين في الاشعه اللي على اليمين البلاد فيسلز ايه تخينه اللي هي العرائيب البيضة دي اللي طالعه هي دي البلاد فيسز، فهتقارنوا على الشمال هتلاقيها رفيعه على اليمين اهي جوه المربع الايه الاسود هتلاقوها ايه كبيره. ففي عمليه سيفلايزيشن وثيكنينج وانجورجمنت للايه للابر فيسز.
بعدها انا واخد الحته دي برضو بقارن ما بين اللي هي على ال on your left side يعني ها، وايه بقارنها بالايه اللي على الرايت سايد. هتلاحظوا في اختلاف في الكرة، هنا في سواد، هنا بقت ايه بياض. ها لو تاخدوا بالكم بس ركز لي جوه الايه الدايره الايه الصفرة نفسها، هتلاقي من سواد على الشمال ايه لبدايه بياض جوه الدايره الصفرة. عاوزكم تدققوا قوي، دي تساوي بالمونري إديما، بدايه بالمونري إديما، يعني مش مجرد كارديوميجلي اهو وستريت ليفت كاردياك بوردر، وعندي السيفلايزيشن الفيس قرن اللي جوه المستطيل الاسود على الشمال والمستطيل الاسود على اليمين، وبعد كده عندي الدايره الصفراء على الشمال اهي، ادي في سواد وبقى في بياض، دي عمليه ايه لانج إديما بالمونري إديما. شوف بين لكم الدقة ممكن بس بالمقارنة بنوصل لإيه. وبعد كده لو ناخد بالنا من البوردر اللي تحت ده هوت كده هوت ها، هتلاقي في اللي على الشمال دي في سواد هنا هوت واضح ها، إنما هنا هوت في إيه بياض في الحتة دي. قارنوا الاتنين مع بعض وهتحسوا إيه باللي أنا بقوله، هنا هوت دي في سواد، هنا هوت بقت بياض، دي بداية إيه بلورال إفيوجن صغير في الكوست فرينيك أنجل إيه بدأ يملاها. زي ما هنشوفها في الشخص بيبقى ايه الكوست فرينج اوبليتريتد. فهنا دي على خفيف قوي ما بين الايه السواد، لو تركزوا لي في المنطقه دهيت على الكورنر اللي تحت على الشمال ده بالكورنر ايه برضو اللي تحت على الشمال، بس في الايه الاشعه الثانيه، وانتوا هتحسوا ايه عينكم جوه الدايره الحمراء هتحسوا البياض زاد، دي بدايه ايه افيوجن. فيبقى انا عندي هنا اهوت الاربع حاجات يعني المجموعه تشكيله حاجات واضحه قوي. الهارت سايز هنا هوت ايه اكبر كبير، وده احتمال من ايه رايت فينتريكل هايبرفي مع مايترال ايه ستينوس. الليفت بوردر اهو بقى ستريت، يعني شوفوا الشكل هنا هوت عامل ازاي، هنا هوت في النتوءات دي، التاني ايه بقى ستريت. البلاد فيسلز بص على الابر بارت هنا هوت مسود، هنا هوت في البلاد فيسلز واضحه اهو، اهو الفروع بتاعتها ايه طالعه هنا هوت سيفلايزيشن ايه. واتفقنا ان هو المنطقة دي اخدنا فيها مربع هنا هوت، هنا هوت كده اخدنا مربع واخدنا مربع هنا ها، وشفنا ان اللي على الشمال فيها سواد اكتر، يعني في بداية ايه بالمونري ايه اديما. واتفقنا اللور بوردر هنا هوت مسود، هنا هوت هنا في بداية بياض كده، ده بلورال ايه افيوجن اوبليتريشن في الايه كوستوفرينيك ايه انجل. من احسن الحالات الحقيقه، واللي انا مجمعها لكم تاني هنا هوت ايه حاله على الشمال، حاله اكيوت بالمونري اديما مع من غير بلورال افيوجن على الشمال، هتلاقي كوست فرينك انجل لسه بلاك، هنا هوت اتملت الكوست فرينك انجل كله ابيض. قارنوا الليفت بالايه بالرايت وانتوا ايه هتحسوها على طول، الليفت فيها حته بلاك اهو السهم الابيض متجه لها، هنا اهوت بقت ايه بيضه في الايه على الرايت سايد. فهي الفكره ان ممكن اكيوت بالمونري ايديما هنا اهوت ها واضح ان هو واضحه هنا زايده الاكيوت بالمونري ايديما كومبيرد للايه للمنطقه دي، دي في لسه سواد فبقت ايه بيضه هنا اهوت بقت سيفير اكتر وديفلوبد العيان ايه بلورال ايه افيوجن، ودرجة الايه البالمونري ايديما ايه واضحة هنا اهوت في شوية سواد هنا وبياض هنا، البياض ايه زاد جوه الايه المربع الاصفر. فأنا عندي برضو ايه الصورة دي جميلة جدا بتاعت اكيوت بالمونري ايديما، الدرجة بتاعتها زادت اهيت كده اهوت اهي من ابيض اسود في ابيض على الشمال لابياض اكتر هنا اهوت في الصورة اللي على اليمين، وبرضو لو هناخد هنا اهوت دايرة هنلاقي ايه في سواد هنا هو تتحول لبياض اكتر الفيولر اديما عنيفه. هنا هو المنطقه دي لسه هيزي خفيف يعني في ابيض واسود فيها، هنا هو ايه بدات تتملي ايه ابيض خالص، ويمكن اوضح في الايه في الناحيه الثانيه هنا هو ايه في شويه سواد لو امشي مع السهم الابيض، هنا هو بقى بياض خالص في المنطقه دهيت ها، فده يؤكد لي ان ايه في ديفلوبمنت الموضوع بقى اسوأ يعني بالمونر ايديما بايه بتسوء وبتزداد ايه الحاله سوءا هنا اهوت. في سبيشال كونديشنز هنمر عليها كده مر الكرام، اللي هي ايه ان انا عندي الاورتيك دايلاتيشن بياخد كذا شكل،
احنا خدنا فيه ممكن تبقى حته صغننه نتوء كده اهوت، لكنه ممكن ها زي ما اتفقنا يبقى من كبير من تحت كده، وممكن ادي القرش اهو وادي الاورطه دايليتد، ده هيوجلي دايليتد ايه اورطه نتيجه ايه الانيوريزمال دايلاتيشن مع الاولد ايج غالبا، وبرضو اخو ادي الهارت هنا هو تحت هنا هو، ومنطقه الاورطه هنا فيها ايه الشكل ده تيبيكال ايه بتاع اورتك ايه انيوريزما في المنطقه ده هي اهي حاجه ايه برضو بتنطق. في حاجه اسمها دايسكتنج اورتك انيوريزم، ان هو ادي الدم ايه بيدخل ما بين الانتما والميديا هنا هو كده وايه يفصلهم، تقوم ايه يكبر ايه الاورطه في الحته دي تلاقيه كابر هنا اهوت، وممكن تتكرر ايه في المنطقه ده ايه تدخل برضو اللي هي دايسكتنج اورتك انيوريزما بين الايه طبقات الاورطه الهيستولوجي لو تفتكروا، كان في الباثولوجي كان تدخل بال ما بين الطبق اللايرز نفسها بتاع الاورتك وول تدخل جواه وتدايليت ات، فممكن تلاقي من ناحيه الشمال دايليتد كده اهوت ها هنا اهوت، واللحيه اليمين دايليتد، فتلاقي الهايلم الهايلم بتاع اللنج الديامتر بتاعه كبير، ده تيبيكال بتاع دايسكتنج اورتيك انيوريزم. الصوره دي لطيفه ونادره جدا، ان هو شايفين في حاجه ادي القلب اهو لاترال فيو، وعندي هنا اهوت الحته دهيت كده فيها حاجه غريبه حته بيضه كده وبرده حته بيضه كده اهوت، دي ليفت اتريال ميكزوما، هو الليفت اتريال موجود ورا بوستيريور عشان بس ايه نبقى في الصوره. وقلنا لما بيكبر ممكن من ليفت سايد وممكن من رايت سايد يبان دبل اي كنترول، من ليفت سايد بيعمل ستريت بوردر من رايت سايد دبل كنترول، لكن جوه الليفت اتريا ممكن تتكون ايه حاجه اسمها ليفت اتريا الميكزوما اتشرحت في نظر الكارديولوجي في ميدلرن، هتلاقي الايه الايه الميكزوما اهي، ودي بتدي اعراض كتيره قوي من اعراض لو كاردياك اوت بوت الى اخره، يعني اشهر حاجه ليها ان اعراضها او الميرمرز اللي معاها بتبقى بوزيشنال، لان الميكزوما دي في الليفت ايتم بتروح سده الميترال فالف تديك لو كارديك اوت بوت وديزنس وممكن سينكوب، ولكن وتسمع ميرمرز معينه في وضع معين تقلب العيان او تغيره تلاقي الايه الموفمنت بتاع الميكزوما دي سمح للبلاد يعدي، اختفى صوت الميرمر اختفت الاعراض، فبوزيشنال سيمتومز وساينس هي دي اشهر حاجه مع الايه الليفت اتريال ايه ميكزوما. الشكل ده شكل الجزمه كورن سابو بتاع الايه التيبيكال في الاطفال بنشوفه دايما بتاع الفالوت ايه تترولوجي. برضو دي ايه تشكيله متنوعه، ولكن يمكن زي ما ذكرت لكم انا ادي اناتومي القلب، ادي الليفت فنتريكل هنا عشان كده لما بيكبر بيبان على طول في الناحيه دي، الرايت فنتريكل برضه ممكن يبان بس هو معظمه ورا الاسترنم، فانا ما بشوفوش في الايه في بسهوله دايركت كده، لازم اخد لاترال فيو زي الرسمه الايه اللي على اليمين هنا اهوت، الرايت فنتريكل هنا اهوت كده ورا الاسترنم، والاسترنم هنا لو كبر الرايت فنتريكل هيملى ايه السبيس ده اهوت زي ايه ما هنشوف. فانا عندي الرايت فنتريكولار هايبرتروفي هو ورا الاسترنم، يعني ادي ادي هو وراها فما يبانش، لكن لو انا اجي اخد من اللاترال فيو هي ايه يبان، ولو كبر ايه يبدا يلزق في الاسترنم وايه ويقلل الريتروسترنال سبيس كده اهوت. فعندي مثلا على سبيل المثال الرايت فنتريكل هنا كبير، السهم الازرق اهو بيتجه لبره فبيملى السبيس ده، وعندي اكزامبلز الحقيقه هنا هو ده النورمال في سبيس ما بين القلب والاسترنم، ادي الحته السوداء اهو ادي القلب البوردر بتاعه اهو، وفي ايه سبيس اللي هو انا بملاه ايه بالاحمر دوت اللاينز دي سبيس اسود ما بين القلب في ما بين القلب والايه والاسترنم، ادي الاسترنم وول اهو وادي ايه القلب ايه اهو وادي ايه في سبيس ايه اسود. لما اجي ابص اهو انا مركز على السبيس ده وقارنه باللي على اليمين بقى، اللي على اليمين ده اهو ركز معايا هنا مفيش سبيس خالص في المنطقه دي اهو، القلب كبر هنا اهو ده اهو ادي القلب كبر لقدام كده ها فسد السبيس زي الرسمه اللي عندنا مفيش سبيس خالص ايه تقريبا، فيبقى انا عندي الرسمه هنا موضحه قوي، انا عندي سبيس ده النورمال هنا هو فجأة اختفى السبيس، يبقى في رايت فنتريكولار هايبرتروفي ده ايه في اللاترال ايه فيو زي ما قلنا، وعندي هنا هو لما بنلاقيه اوبستراكتد كده هو الاوبليتريشن في السبيس ده بيمشي مع تشخيص رايت فنتريكولار ايه هايبرتروفي.
عندي هنا هوت الرسم، انا حاطط السهمين جنب بعض برضو عشان الايضاح اهو، ادي شايفين سواد هنا هوت في بياض obliterated، واكزامبل اخر للرايت فينتريكولار هايبر في حاله تانية بس مش اكتر، برضو الرايت ايه فينتريك الكبير ولازق هنا هوت، في حين الرايت ايه فينتريك اللي هنا نورمال عشان كده ايه ما هوش لازق ايه في الشيست وول، وفي مسافه سودا كبيره قوي، لكن في اللي على اليمين المسافه السودا دي ايه اختفت هنا هوت نتيجه الايه الرايت فينتريك الايه كبر هنا هوت وملا السبيس ايه ده هوت، فببص عليها بصه تانيه ودي تبقى حاله الرايت فينتريكولار هايبرتروفي. يبقى انا عندي هنا بقى ايه عشان ايه نبقى واضحين، احنا اتكلمنا في الهارت، اتكلمنا على السايز بتاعه حجمه ايه كبير وايه الاسباب ممكن، واتكلمنا على السيلوات اللي هو شفنا الليفت بوردر حته حته وبعد كده نزلنا تحت على الرايت بوردر وطلعنا منه، وبعد كده بصينا على الفانكشنز نتيجه هل في لانج كونجيشن وبيبقى اعراضه ايه وشفنا انواع مختلفه، بعد كده ايه اخدنا سبيشال كيسز ومنها الرايت فينتريكولار هايبرتروفي والفالوت وبعض الحاجات الخاصه الاورتيك انيوريزم، ولكن كل ده في سياق ان انا لما ابص على الهارت ابص على ايه، وان شاء الله هنعمل يبقى في مراجعه سريعه للموضوع ده لان انا عارف انه طويل حبتين، ولكن حبيت المه لكم في حصه واحده بحيث لو تسمعوه مره تانية ايه تقدروا تستوعبوا الموضوع، وهنتكلم قريبا عن ايه الشيست والامور التانية ايه باذن الله، وشكرا جزيلا والى اللقاء باذن الله.